السلام عليكم ورحمة الله. كده يا اخويا بخير. استاذ صفا بخير؟ بس عليك الله يكبر بك. لا أكمل لك. لا بدك مرحبا. بغيت غنصورك على مثلا كندير بافوا كنلوح الكومبين ياك، وكندير مقارنة بين الكومبين ديالي مع كنشوف الادسات اللي كيكونوا في ار سيكتور، كنشوف الفيوز كيكونوا طالعين بزاف، 14 مليون، 6 مليون، 5 مليون اللي في ار سيكتور. ففي ار سيكتور كنشوف الفيوز ديال الادسات اللي محطوطين، وانا كنحط وكنتارجيتي بزاف ديال لي باج، وكنحط البيوتي كيكون طالع شويه، ولكن الفيوز ديالي ما كيفوش ليا 5000 4000. باش ما تحكمش على الفيوز ديالهم هما، سير كتلقى دابا هو شحال هو كيسكيلي، ولا ديجا عنده داكشي موار، مي ديجا عنده الاودينس، ولا كتلقى سكيلي هارد. ملي كتلقى بحال ملي شنو كندير انا تطلع دايما كنطلع الفيوز بالغالب، الا كان وينين برودكت هذا غير تلقى عندي واحد 10 مليون فيوز غير تلعب في اقل من شهر، مزيان. ولكن فوقاش ملي يكون عندي الوينر وكتبقى تسكيلي فيه، كتلقى الناس اللي وينان عندك وكتبقى تسكيلي فيه، راه هذيك الملايين اللي كتشوف راه فلوس سباندات اكثر من ديك الفلوس اللي حطيتي انت. وهذا راه التارجيتين باقي كيبداو صغار وكيبداو كيتيستو، ملي كتلقى شي تارجيتين وينين والبرودكت عندك وينين هذيك تاعك تسكيلي، يعني ما تحاولش تقارن راسك بهم هما، ما عمرك تقارن. السيكتور كتاخذ منه غير فكره ديال لي برودوي اللي كاينين ديجا خدامين، وكتمشي تقلب على يا اما تيستيم هما نيت لاباس اللي ممكن تخدم عليهم، ولا كتمشي تقلب على شي حاجه اخرى باش تاخذ يعني فكره، ما تقارنش راسك بهم. الا مثلا لقيت الا مثلا سبينديت 150 اورو مثلا ولا 200 اورو في نهار واحد ولا طلع، اذا سبينديت في نهار واحد وصل لي الفيوز ديالي وصل لي 4500 جوج ديال الشيرز وكومونتير واحد وخمسه ديال لي جيم، ما سي با نورمال. ماشي نورمال، في الغالب تلقى عندك تارغيتين عيان، تخيل 4000 واحد شافك وعندك غير جوج لي بارطاجا وواحد لي كومونت، يعني التارغيتين ديالك راه غلط. الناس اللي متارغيتين هما ماشي هما اللي مهتمين بالبرود، يعني باش قبل التارغيتين. هذا السؤال اللي بغيت نسولك، زعما الا بغيت نلعب على الفيوز مثلا نخلي واحد الادس ديالي مثلا يومين ثلاث ايام اربع ايام ولا خمس ايام كاع ويوصل لي مينيموم واحد 60 كا، واش 10 دولار في الباج كافيه؟ باش نتفاهموا بعدا، الفيوز راه ما كيعنيو حتى شي حاجه، ما تركزش على الفيوز، نسى عليك الفيوز، كنصيحه لا تنسى عليك، راه غادي تركز عليه هو السيلز، غادي تطلق الاس ديالك وتركز على السيلز. جو السيلز تبارك الله، جو السيلز راه ما عندنا ما نديرو الفيوز، راه الفيوز حتى كيسولني شي واحد ولا بالصدفه عاد تمشي كنشوف، راه ما عمرني ركزت على الفيوز، ما عمرك تشوف شي ماركت زعما خصوصا في الايكوميرس كيشوف الفيوز، انت ماشي يوتيوبر، ما تسوقوش للفيوز، ماشي شي حاجه زعما اللي ولكن باش يكون لو جي عندك شي فائده. لا خصني يكون عندي التارجيتين مزيان، راه عندك فيديو فيه 100000 فيو راه يكون جايب فلوس اكثر من هذاك اللي عنده 20 مليون فيو، يكون عنده سيلز اكثر. ماشي مهم الفيوز، ماشي مهم شحال واحد شافني، ولكن شحال واحد شافني هو تارجت نيت كواليتي ترافيك، ماشي بالترافيك. راه ممكن يجيب لك 100 مليون فيو ولكن راه حتى واحد ما غاديش يشد. نتفق معاك. شكرا اخويا، على راس العين. نقول لك نخليو فرصه الدار اخرين. اييه مرحبا، الله يحفظك، شكرا بزاف ونهارك مبروك.